بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. انا المقدم المظلي خالد مفلح العبد الله من مرتبات الفرقه 14 قوات خاصه، الفوج 36 قوات خاصه، قائد سريه النقل، وهذه هويتي. انتسبت إلى الكلية الحربية وأقسمت أن أدافع عن الشعب لا عن النظام، وبعد تحول القسم من الدفاع عن الشعب إلى الدفاع عن النظام الأسدي، أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي لما شاهدته من أعمال القتل والتعذيب لأبناء الشعب السوري، وانضمامي إلى الجيش السوري الحر لأكون مدافعا عن هذا الشعب المظلوم. والنصر لنا، عاشت سوريا حرة أبية.